باسمه نبدأ متابعونا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من هنا من على أرضية ميدان البطحة في هذه المحطة الرابعة، جائزة سيف التميز للنقاط. شكرا يا أبو خالد الشيخ علي بن سالم بن الدهام الوهيبي، من قدم الذهب، من قدم العطاء، من قدم المزيد لأهالي الهجن في هذا العالم الساحر. انطلق أول الأشواط، شوت البندقية للقعدان الفطامين. اتقدم مع شاهين حمد بن وياتي هنا محمد بن داود التبعي، من ينطلق في البداية. المركز الثاني الوصول والقدوم من ملفت احمد بن محمد العامري. المركز الثالث اللي واصل في هذه الاثناء شاهين بدر بن عبد الله التبعي. اول اشواط القعدان، شوت البندقية، انطلق التبعي شعار اول الاشواط، ينطلق بهذا المسار المميز ليندفع في البداية في الصدارة الاولى. شاهين وتابع الفارق عن بقية الاسماء، انطلقت الشعارات، غاب هذا الشعار فاتى في المحطة الاخيرة، فاتى في المحطة الاخيرة النقطة الرابعة، النقطة الرابعة نقطتين في اول الاشواط. ياتي شاهين بهذه النقطة، ياتي الى المركز الثاني للاهد الركيا داود، الثلاثمائة متر الاخيرة، وشاهين ينطلق بالسلام، ينطلق بالسلام. بندقية القعدان، بندقية القعدان تبقى في الميدان. داود يا داود تسلم يمينك يا ابو محمد. داود بن سليمان التبعي، من قدم العطاء، من قدم هذه النجومية في صباح التميز في ميدان التميز. داود يا داود يا داود لله درك على هذا التميز والإبداع. المركز الثاني الوصول من شاهين سعيد بن سالم المحاربي. المركز الثالث القدوم من قبل صداد، ياتي حمود بن محمد الحارثي. التوقيت الزمني، التوقيت الحدث، التوقيت المتميز لله درك يا التبعي، دقيقة 59 و99 جزء من الثانية. وش اللي سويته يا داود في هذا الصباح؟ أربع نقاط لهذا الشعار، تميز ولا أروع في صباح التميز. تهانينا والناموس.